تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حول عصا من حطب إلى سيف كبير وضخم في معركة من المعارك، وأخذ هذا السيف واحد من الصحابة وجلس يقاتل فيه طول حياته. السيف هذا كان اسمه سيف العون. طبعا الصحابي هذا في قصة اليوم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لقبيلة بني أسد، بس هذه السرية ما كانت عشان يتفقدون وضع القبيلة. طبعا هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يؤدب فيها قبيلة بني أسد، لأن قبيلة بني أسد قبل كده تحالفت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية عشان تؤدب هذه القبيلة. بس ما كانت هي السرية الوحيدة اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثانية لقبيلة بني ثعلبة، أرسلها لنفس السبب لتأديب بني ثعلبة عشانهم تحالفوا ضد المسلمين. بس كانت النتائج جدا مختلفة، لأن هذه السرية اختفت من على وجه الأرض، فما بقي من هذه السرية إلا صحابي ملقى على الأرض وهو مغطى بالدماء ومخلوعة كل ملابسه، ما عليه ولا قطعة تغطي عورته. فإيش اللي حصل لهذه السرية؟ وإيش قصة تحويل النبي صلى الله عليه وسلم عصا من حطب إلى سيف كبير؟ ومن هو الصحابي اللي أخذ هذا السيف وقاتل فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير، أموركم إن شاء الله طيب. أنا والله أني جالس على طرف الكرسي لأني على وشك السفر الحين، لكني قلت لابد أن الأسبوع هذا تنزل لكم قصة، والمشكلة أن القصة هذه مليئة بالأحداث. عصا النبي صلى الله عليه وسلم يحولها إلى سيف، وسريتين يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلتين كبيرة. هذه المواضيع بشكل عام، التفاصيل اللي راح تشي براسك. من دون ما نطول، خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم وراح أطلع لك. وإذا ما تبغى تبحث بحط لك روابط كل السوشيال ميديا تحت في الديسكريبشن. ومن دون ما نطول بسم الله نبدأ. قبل ما نبدأ في القصة لازم نتعرف على شخصيتين أساسيتين في قصة اليوم. عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، يعني أسلم بدري وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدخل الجنة من دون حساب. بس كان معروف بأنه إذا قاتل يتوحش، مقاتل كان شرس جدا، إذا ضرب بسيفه الأرض اللي تحت تهتز من قوة ضربته، وله مواقف كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشخصية الثانية هو محمد بن مسلمة الأوسي. هذا الصحابي كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بأن حارس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اللي استقبل السهام في غزوة أحد بجسده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي شارك في اغتيال شخص كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وكان يؤذي نساء المسلمين. قد ذكرنا قصته قبل كده اللي هو كعب ابن الأشرف. الحين تذكروهم الشخصيتين دي، عكاشة ابن محصن ومحمد بن مسلمة. الحين خلونا نبدأ في قصصهم. خلونا نرجع ورا في التاريخ إلى غزوة بدر. كلنا نعرف إيش اللي حصل في غزوة بدر، إيش اللي صار فيها من أهوال ومعجزات. هي الغزوة اللي شاركت فيها الملائكة وشافوا الصحابة رضي الله عنهم ضرب الملائكة للمشركين، يعني معركة كانت مليئة بالمعجزات، وكانت هي أول غزوة في الإسلام. في هذه الغزوة كان المسلمين ما معهم أسلحة، لأنهم كانوا طالعين عشان يقطعون طريق قافلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مو متجهز لمعركة كبيرة، فكانت عدتهم في هذه المعركة قليلة شويتين. قد ذكرنا قصتها قبل كده. المهم ان حصل اللي حصل وتواجهوا الجيشين، اجتمع في قلب الصحابة الشدة والغلظة على الكفار وحقدهم اللي تراكم طول هذه السنين بسبب تعذيب الكفار للمسلمين، ومن الاشياء اللي شافوها وسمعوها يعني قلوبهم مليانة بالغيظ. وحضر هذه المعركة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، كان ماسك سيفه بقوة مستعد للهجوم، وهو معروف انه اذا ضرب الأرض اللي تحتهم تهتز، يعني ضربتها قوية بالسيف. بدت المعركة واشتد القتال، ومن شدة قتال عكاشة رضي الله عنه وشدة ضربه بالسيف وهو يقاتل، ضرب بسيفه ضربة قوية فانكسر سيفه، انكسر سيف عكاشة. والمسلمين ما كان معهم أسلحة، أسلحتهم وعدادهم محدود، لأنهم ما كانوا طالعين عشان معركة كبيرة زي كده، كانوا طالعين لقطع طريق. فبدأ عكاشة يدور لسيف، دور سيف يمين ويسار بس ما لقيه. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعكاشة
عكاشة ما معه سيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا من الحطب وألقف هذا العصا لعكاشة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهز هذه العصا، فهز العصا عكاشة ابن محصن إلا بهذه العصا تتحول لسيف، فوصفه وقال سيف طويل أبيض شديد المتن. فأخذ عكاشة هذا السيف ودخل في المشركين يقاتل ويقتل فيه حتى رزقهم الله سبحانه وتعالى النصر. هذا السيف بقي مع عكاشة حتى استشهد في معارك الردة، وسمي سيف هذا بسيف العون. فكان سيف العون هذا بيوم من الأيام عصا من الحطب، كان المسلمين بيشعلون بهذا العصا النار، كانوا بيحتطبون ويطبخون الطبخ على هذا العصا، بس الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العصا أن تكون سيف في يد عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. أين عكاشة؟ المهم إننا نتقدم في الزمان إلى سنة 6 من الهجرة، وبعد صلح الحديبية كان لبني أسد وبني ثعلبة وعوال مواقف ضد المسلمين، فقد شاركوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في معارك، وتحزبوا وحزبوا الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. فكان في نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سرايا يؤدب فيها هذه القبائل لتجرؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بعد صلح الحديبية صار في صلح بين قريش والمسلمين، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم من أذية قريش وتفضى لهذه القبائل. ففي يوم من الأيام خرجوا بني أسد يستقون من ماء، وكان هذا الماء في منطقة اسمها الغمر. وصل الخبر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن بني أسد خرجوا ليستقون، وهنا جاءت فرصة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرسل سرية لهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن كقائد لهذه السرية، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه 40 من الصحابة. فأخذ عكاشة ابن محصن رضي الله عنه سيفه سيف العون اللي كان أصله حطب، وتوجه إلى منطقة الغمر، بس ما كان هو المرسول الوحيد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم برضو محمد بن مسلمة لبني ثعلبة وعوال، يعني عكاشة رضي الله عنه لبني أسد ومحمد بن مسلمة لبني ثعلبة، بس كان مع محمد بن مسلمة 10 من الصحابة فقط، أما عكاشة كان معه 40 من الصحابة. كان عكاشة رضي الله عنه منطلق بهذه السرية إلى هذه المنطقة اللي هي منطقة الغمر، كان مسرع شويتين يبغى يلحق عليهم قبل ما يرجعون، بس بني أسد كانت حذرة مرة، حسوا بني أسد بأن في سرية قادمة، فأرسلوا بعض العيون يتأكدون من هو اللي جاي. يوم شافوا بني أسد بأن اللي جاي عكاشة ابن محصن دخل في قلوبهم الخوف، هذا عكاشة ابن محصن. طبعا الصحابة ما كانوا يدرون أن في عيون في الطريق، كانوا متوجهين بسرعة مستعدين للهجوم، بس الصدمة أن أول ما طلعوا لهذا المكان ما كان في الغمر أي أحد، ما لبني أسد أثر أبدا في هذا المكان. فقام عكاشة ابن محصن يدور يمين ويسار لهذولا، وين راحوا؟ مستحيل أن بالسرعة هذه يعرفون. ما فقد الأمل عكاشة ابن محصن، فأرسل عكاشة ابن محصن رجل من الصحابة كان اسمه شجاع ابن وهب، كان شجاع هذا يعرف في الآثار، يعرف يتفقد الآثار، فأمره أنه يروح يبحث عن أثرهم. فطلع مع شجاع مجموعة من الصحابة يدورون حول هذه المنطقة لأي أثر لرجل أو حافر، ومع طول البحث فعليا لقيوا أثر. رجعوا إلى عكاشة يخبرونه بأنهم لقيوا أثر رجل، تبعوا الأثر، تبعوا إلين لقيوا شخص عين من عيون بني أسد قد أرسلوه عشان يتجسس على الصحابة. شافوه الصحابة بس ما سووا شيء، و
وانتظروا إلين الليل ونام هذا الجاسوس ويعتقد بأن ما في أي أحد جالس يشوفه. وكان هذا الجاسوس مبطوح على الأرض. تسللوا الصحابة إلين وصلوا لعنده. صحي هذا الجاسوس وشاف فوقها 40 شخص من الصحابة. امسكوه وكتفوه وأخذوه معه. كان يصارخ وخايف جدا، خايف أنه يقتل، بس أنه مهدوه وقالوا هدي هدي، إحنا ما بنسوي لك شيء. من أنت؟ وش بكينا؟ قال لهم أنا من البادية وما لي دخل في الأمر وكذا. قالوا اسمع، طلع السيف. شفت السيف هذا؟ قسما بالله لنقطعك ونخليك هنا. تكلم صح. قال تبون الصدق؟ أنا عين لبني أسد، أرسلوني عشان أتجسس عليكم. قالوا الصحابة إيه يعني أنت عين يعني فعليا؟ طيب وين راحوا هم؟ كانوا في الغمر، وين راحوا؟ قال لهم أنتم ما تدرون أنهم سمعوا فيكم أصلا، وكانت العيون منتشرة لبني أسد في الطريق خايفين منكم، فأول ما سمعوا فيكم طلعوا بعلياء بلادهم واندسوا في الجبال. قالوا الصحابة إيه، طيب وين الإبل وين الأنعام إذا كانوا اندسوا في الجبال؟ يعني بيأخذون أنعامهم معاهم في الجبال؟ يا أخي تكلم زين. قال معهم في الجبال معهم. فقام واحد من الصحابة وطلع صوت وجلده، قال لا تكلم أنت زين، وش يطلعون إبل معهم في الجبال؟ صاحي أنت؟ قال طيب خلاص بقول لكم وين، بس قبل ما أقول لكم أرجوكم أنكم ما تقتلوني وأمنوني على نفسي، وعليكم عهد الله وميثاقه إني أعلمكم وينهم. قالوا خلاص تم لك عهد الله إن ما نسوي لك شيء أبد. مشى بهم إلين تعمق في الصحراء وفي الطريق. شك الصحابة إن الوضع فيه شيء، يعني يا ولد وين مودينا ذا؟ وهم في نص الطريق مسكوه. قال ولد أنت صاحي أنت؟ وصلنا في مكان والله ما نعرف وين هو. أنت صادق ولا أنت تكذب علينا؟ أعطنا إياها من الأخير. قال والله إني أصدق، والله إني صادق، هم بعد المرتفع هذا جالسين، شفتوا هذاك المرتفع؟ هم بعده جالسين هناك. فشكوا الصحابة فيه وما صاروا واثقين فيه، فدفعوا الصحابة. قالوا خلاص أنت روح أول عشان إذا كان في غدرة بتجي في وجهك أنت أول. قال تم أنا بروح أول عشان أأكد لكم. فمشى فعليا إلين طلع على هذا المرتفع إلا ما حصل له شيء. فتطمنوا الصحابة وراحوا إلى هذا المرتفع فعليا لقيوا الإبل جالسة في هذاك المكان. فنطوا الصحابة عليهم تكبير وركضوا. بني أسد ناظروا إلا والله الصحابة اللي قاعدين نشرد منهم جايين من فوق هذاك المرتفع، وما في وجيههم الرحمة أبدا، جايين للقتال. أصلا صوت التكبير لوحده يقشعر له الأجساد. قالوا بني أسد والله يا أرواحنا إنها عزيزة علينا، وهذا القوم ما في وجيههم إلا الموت. فكل واحد من بني أسد شل اللي يقدر عليه وحط رجله شرد، فهربوا مرة ثانية من المسلمين. في يوم هربوا مرة ثانية نهاهم عكاشة بأنهم يلحقون بهم. خلاص لم يعد ابن مسلمة بعد. إنا لله وإنا إليه. أخذوا كل الأموال اللي تركوها في هذاك المكان، وكان منها 200 بعير، رجعوا بها إلى المدينة. بس أول ما رجعوا إلى المدينة محمد بن مسلمة باقي ما رجع الفترة هذه كلها، وباقي ما رجع. فاللي حصل مع محمد بن مسلمة مختلف تماما. خرج محمد بن مسلمة معه 10 أشخاص من الصحابة، خرجوا على مهلهم وما كانوا مستعجلين، مو مثل سرية عكاشة كانوا يبغون يقطعون طريق أي قافلة تخرج من بني ثعلبة وعوان أو يأخذون أي أموال لهم عشان يؤدبونهم فقط. جاء عليهم الليل وهم في الطريق، فارتاحوا بيتوا ونصبوا خيامهم وناموا في هذاك المكان، أشعلوا نيرانهم وكانوا نايمين بكل سلام. بس اللي ما يعرف محمد بن مسلمة إن المكان اللي بيتوا فيه مليان عيون لبني ثعلبة، ومو بس بني ثعلبة حتى عوال. الصحابة نايمين بسلام إلا بالسهام تمطر عليهم مثل المطر. فقام محمد بن مسلمة يصرخ في الصحابة بالسلاح، السلاح السلاح، بس ما كان يفيد السلاح. فكان اللي ضدهم 100 مقاتل مقابل 10 فقط من الصحابة. فالتموا الصحابة حول بعض وسووا مثل الحلقة حول بعض، وبدوا يدافعون عن نفسهم بالسهام، بس السهام كانت من كل مكان. فاستشهدوا الصحابة كلهم ما عدا محمد بن مسلمة، انصاب في رجله وطاح على الأرض. في جيوش بني ثعلبة وقفوا الرمي،
يوم شافوا الصحابة مليانين بالدماء وطايحين على الأرض استأمنوا بأنهم ماتوا، فنزلوا بني ثعلبة وعوال عشان يشوفون إيش معهم هذولا ويأخذون أموالهم ويمشون. في يوم وصلوا إلى أجساد الصحابة وهي على الأرض حس فيهم محمد بن مسلم أنهم جوا، فسوى نفسه ميت. ما كان معهم كثير، 10 أشخاص وسرية بسيطة، يعني ما كان معهم إلا شيء بسيط. فمن حقدهم بدوا ينزعون ملابس الصحابة، كانوا ينزعون ملابس الصحابة واحد واحد، ومحمد بن مسلم يسمعهم وهم يأخذون ملابسهم. في يوم وصلوا عند محمد بن مسلم فعليا نزعوا ملابسه وهو يحس بكل شيء، وهو ما تحرك أبدا، بقي مطروح على الأرض من دون ملابس. كان محمد بن مسلم خسر الكثير من الدم وهو في الصحراء لوحده، ورجلة مصابة ما يقدر يرجع للمدينة. ويناظر محمد بن مسلم لأجساد الصحابة الباقية وهم ميتين، ينادي عليهم بس إنهم ما يردون أبدا. فعرف محمد بن مسلم إنه هو الوحيد اللي نجا، وهنا يخرج إيمان الرجل، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وعلم بأنها نهايته، وعلم بأنه إن كان له في الحياة هذه نصيب إن الله سبحانه وتعالى سينجيه، وإن كان مقتول في سبيل الله فيازينها من قتله. فجلس بكل قلب مطمئن يسبح ويستغفر إلين سمع بخطى رجل جاي. فسوى محمد بن مسلم نفسه ميت، خايف إنه يكون واحد من بني ثعلبة ولا عوال، ما كان يعرف هو مسلم ولا كافر، بس سمع هذا الرجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعرف محمد بن مسلمة إنه مسلم، فتحرك محمد بن مسلمة عشان يشوف إنه لازال حي. فجاء هذا الرجل مباشرة إلى محمد بن مسلمة وشاف على هذه الحال، فأول شيء سواه أعطاه شيء من الملابس عشان يستر عورة محمد بن مسلمة لأنه كان عاري، وجلسه وشرب شيء من الماء وأعطاه شيء من الأكل، ورجع به للنبي صلى الله عليه وسلم، ونجا محمد بن مسلمة واستشهد البقية كلهم، ما باقي منهم أحد. بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة عشان يجيب أجساد باقي الصحابة، وإذا كان باقي فيه شيء من الأموال يرجعها للمسلمين، بس ما كان فيه أي أحد أبدا، حتى أجساد الصحابة رضي الله عنهم دفنت تحت الرمال. بس ما كانت نهاية الأمر هنا، فكان فيه رجل في المدينة من أهل الكتاب يدعي الإسلام، ما كان رجل عادي، كان هذا الرجل ساحر كبير وكانت نيته سيئة جدا. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.